السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يونس واشواق فلوغ. لاول مرة يشوف القناة ما تنساوش سبسكرايب ولايكات ولي كومنتار ديالكم تشجيعية. اليوم جيت لكم بفيديو جديد بوصفة جديدة اللي هي شوربة بفواكه البحر اللي كتجي لذيذة بزاف وغنية بفواكه البحر. المهم خليكم معايا باش تكتشفوا الوصفة، ما تنساوش لايك وسبسكرايب، شكرا لكم بزاف. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق، عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مراتلا، فلقد حظيت شفاعة. المهم غادي نحتاجو في الشوربه ديالنا السمك، غادي نحتاجو الروبيان ولا الكروفيت نصف كيلو، انا راه ديجا قشرتو حيت غادي نحتاج حتى القشور ديالو والرؤوس ديالو. وبالنسبه للسمك يمكن لكم ديروا اي حاجه، اي سمك عندكم. انا هنايا درت الفيلي، المهم هو انا ما يكونش فيه العظم ويكون السمك الابيض، هذا الفيلي. وهذا درت هنايا فواكه البحر مشكله، فيها بلح البحر، فيها الكلامار، فيها شي وحدين ما عرفتش شنو سميتهم. المهم خلطين، يمكن لكم ديروا اي حاجه كيف ما قلت لكم. اهم شيء هو الروبيان خاصو يكون بالقشور ديالو ويعني واللحمه ديالو. بالنسبه علاش غادي نحتاجوا هاد الورق، علاش غنحتاجوا عفوا هاد القشور ديال الروبيان، غادي نديروا به المرق. فهاد المرق غادي نحتاجوا القشور، ونحتاجوا القشور ديال الروبيان، وغادي نحتاجوا ورق سيدنا موسى او ورق الغار، غنحتاجوا بصله، وغنحتاجوا الثوم، وغنحتاجوا درت انا هنايا شويه ديال الربيع. وهي نورمالمون كتكون هذه الوصفه بالكرافس، ولكن ما عنديش الكرافس فعودتو بالربيع. الا كان عندكم الكرافس ديروا الكرافس حسن. دابا غادي نقطع واحد البصله، غنستعمل في ورق المرق في مرق السمك غير بصله وحده، بصله وحده الثانيه غادي نستعملها حاجه وحده اخرى. هانتوما معايا وغادي ديروا الثومه كيف ما هي بحال هذا الشكل، وغادي ديروا ورق الغار او ورق سيدنا موسى والربيع. غادي ديروا شويه ديال الزيت البلديه، غاديروا الملح على حسب الذوق، وغاديروا شويه ديال الزعتر، غديروا شويه وصافي. يعني واحد القليل من الزعتر، الا كان عندكم طري اللي ماشي هذا يعني ربيع ديروا حتى هو. غادي نشعلوا عليها البوطه، نخليوه يتشحر واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وعاد نزيدوا القشور ديال الروبيان. Thank you.
من بعد ملي كتقرب تحمر لينا عاد كنزيدو هاد الورق الروبيان. ورق الروبيان ماشي كنقول ورق الروبيان، القشور ديال الروبيان وكنخليوهم حتى هما واحد 5 دقائق يتشحروا بحال هكا. كنحركوهم كتطلع الريحه ديال الخبز كيف ما كتشوفوا. بعد ما كيولي لنا على هذا الشكل كنزيدوا اطر ونص ديال الماء حتى جوج اطر على حسب الرغبه. انا غادي نزيد اطر ونص وغادي نخليه يغلي لمده 30 دقيقه ومن بعد غنصفيه وغادي نكون حصلت على مرق السمك او مرق الروبيان. المهم بالنسبه للسمك ديالنا غادي نديروه في شي لاطه اللي تكون كتدخل الفران، الا كانت عندكم صغر من هكا ديروها، انا هذه الصراحه هي اصغر وحده. غادي نزيد اليها شويه الملحه، غنزيد الى هذا السمك ديالنا من غير الروبيان، هذا فقط السمك يعني الثاني هو اللي كنديروا له الطريقه. غادي نديروا شويه الابزار، كنقطعوه قطع يعني مربعات، كنديروا البزار ملحه زيت البلديه، كنخلطوا هادشي مزيان ومن بعد كنغطيوه وكندخلوه للفران، كنخليوه حتى كيدخل فيه الطياب وعاد كنخرجوه. المهم بعد كنغلفوه وكندخلوه للفران مباشره على ما يطيب لنا، كندنى 10 دقائق في الفران كيكون واجد لحقاش الحوت ما كيحتاج دغيا بزاف ديال الطياب. في طاوله وحده اخرى كنشدو بصله الثانيه اللي قلت لكم كنحكوها اولا كتشلضوها قطع صغيره وكتخليوها حتى كتشحر لكم حتى كتدبل مزيان مع شويه ديال الزيت، ما كديروا لا طريه لا حتى شي حاجه، فقط البصله والزيت. من بعد ما كتحمر لينا البصله كيف ما كتشوفوا كنزيدوا الروبيان اللي راني قطعته قطع صغيره مربعات، كنزيدو الروبيان كنبقاو نحركو هكا حتى يطيب لينا الروبيان ديالنا. المهم بعد ما كيتحمر لي ما بعد ما كيطيب لنا الروبيان كيف ما كتعرفوا هو ما كيحتاجش بزاف الوقت، غير بالصهده شي 3 دقائق ديتو وجبتو صافي وجد. كنزيدو كريمه ديال الطبخ اللي هي هادي، انا غادي نزيد 3 ديال الكؤوس صحر، يمكنكم تزيدو غير 2 كؤوس على هذا القياس هذا. غادي نحتاجو كذلك الحليب 3 ديال الكؤوب كامل الدسم او قليل الدسم. المهم درتو 3 ديال الكؤوب ديال كريمه ديال الطبخ، 3 ديرو 3 ديال الحليب، درتو 2 ديرو 2 ديال الحليب. المهم بعد ما دازت 30 دقيقه صفيت الماء، المرق ديال السمك فيه الريحه ديال الروبيان يا سلام. ودابا غادي نزيدو على من بعد ما كيغلي لنا هاد الكريمه مع الحليب كنزيدو عليها ضوء مرق السمك، وفي نفس الوقت راه خرجت الحوت ديالي اللي درت في الفران كيف ما كتشوفوا، كنضيفوه في هاد الاثناء الصراحه جا يا سلام. المهم في هذا الاثناء درت 2 معالق كبار ديال الزبده يذوبوا لي في المقله، هذا كنحتاجوه باش كيختر لينا الشوربه ديالنا. هذه الزبده غادي نزيد 3 معالق كبار ديال النشا، يمكن لكم تعوضوهم بالدقيق، المهم الهدف هو ان باش يختر لينا كنحمروها مزيان ومن بعد كنزيدو الشوربة ديالنا. دابا غادي نضيفها على الشوربة ديالنا، المهم غادي نبقاو نحركو الشوربة ديالنا حتى نحصلو على شوربة كريمية، عاد غادي نضيفو عليها. من بعد ملي كتقرب تعقد لينا كيف ما كتشوفوا كتبقى تولي تقرب تولي كريميه، عاد باش كنضيفوا الملح حسب الذوق وكنزيد وكنضيفوا الفلفل الاسود او البزار حتى
هو حسب الذوق. حيت ما درناش فلفل اسود دابا، ما درنا ملح، ما درنا حتى شي حاجه، فهادي حتى الاخر عاد كيضيفوا فيها الفلفل الاسود والملح، وكتبقى على حسب الذوق. يمكن كل واحد يزيد، يعني كتصاحبوا معها البزار والملح، كل واحد يضيف شحال بغى. المهم هذه هي الشوربه ديالنا، كيمكن لكم تزينوها بالفلفل الاسود. انا درتها على هذا القوام، ما جاتش ثقيله بزاف. الا بغيتوا تقلوها كيمكن لكم تزيدوا الدقيق ولا النشا حتى تقل لكم القياس اللي بغيتوا. كيف ما كتشوفوا هذا هو القياس. صراحه كتجي لذيذه وغنيه بفواكه البحر، وفيها واحد المذاق ما نعاودش ليكم. يمكن لكم تضيفوا الخضر اللي بغى يضيف الخضر، واش تخلوها غير على هذا الشكل، راها كتجي بنينه بزاف. وكيف ما قلت لكم يمكن لكم تحكموا في الخطوريه ديال الشوربه ديالكم بالدقيق او النشا. الا بغيتوها تجيكم خاطره على هذا الشكل كيمكن لكم تزيدوا النشا.